تشارك ألجيريا فنتوري وهي مسرعة المؤسسات الناشئة التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تشارك في مهرجان أو معرض الدولي موبايل وورد كونغرس ببرشلونة نسخة 2022، وخاصة في مؤتمر 4 year from now يعني 4 سنوات من الآن فصاعدا، وهو أكبر ملتقى للمؤسسات الناشئة. هذه الفرصة تسمح للمؤسسات الناشئة الجزائرية أن تبرز، وتسمح لنا كذلك أن نظهر قدراتها وطاقتها ونوصلها مع العالم الخارجي مع الدولي، ونخلق لها فرص جديدة للاستثمار، ونمكن المستثمرين من التعرف على النظام البيئي الجزائري.